السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بطلبة وطلبات الصف الثالث الابتدائي مع مادة التربية الدينية الإسلامية الفصل الدراسي الثاني. نهاردة أصدقائي نتكلم عن المحور الرابع بعنوان التواصل. بنتكلم في فرع سير وشخصيات. هنتكلم النهاردة عن شخصية عظيمة من الشخصيات الإسلامية وهو مصعب ابن عمير سفير الإسلام. ولد مصعب في قريش ونشأ في أسرة سرية ورغم أنه كان أكثر شباب مكة تدليلا فإنه كان حسن الخلق ومعروفا برجاحة عقله. زي ما قلنا أصدقائي النهارده هنتكلم عن شخصية عظيمة جدا من شخصيات الإسلامية وهو مصعب ابن عمير ولقبه كان سفير الإسلام هنعرف دلوقتي ليه لقب بهذا اللقب. بيقول لي أول حاجة هنتكلم عن نشأة مصعب ابن عمير، ولد مصعب ابن عمير في قريش ونشأ في أسرة ثرية يعني كان اتولد في أسرة كانت غنية، رغم أنه كان أكثر شباب مكة تدليلا يعني كان أهله أو كانت أسرته بتدلعه. جدا وكان شاب مدلل جدا الا انه كان حسن الخلق ومعروفا برجاحه عقله يعني كان خلقه خلق وخلق حسن وكان بيتعامل مع الناس باخلاق حسنه وكمان كان عقله راجح يعني عقله كبير ومتسع لما حوله سمع مصعب بدعوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مثلما سمع أهل مكة بها، وعلم أن المسلمين يجتمعون سرا بدار الأرقم ابن أبي الأرقم يتلقون تعاليم الإسلام من نبيهم الكريم طبعا يا اصدقائي احنا عارفين في الاول ان الدعوه الى الاسلام كانت سرا وظلت سرا لمده ثلاثه اعوام بعد كده بدات ان تسمع قريش عن الدعوه الى الدين الاسلامي وسمع مصعب ابن عمير بدعوه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الى الدين الاسلامي وعلم أن المسلمون كانوا يجتمعون بدار الأرقم ابن أبي الأرقم، طب كانوا بيجتمعوا ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلقنهم ويعلمهم تعاليم الإسلام وتعاليم الدين الإسلامي فكان من مصعب كان عايز يعرف الدين ده بيتكلم عن ايه؟ أو كان عايز يعرف ايه أصل الدين الإسلامي. دلوقتي أصدقائي معدنا مع سؤال المتفوقين السؤال الأول السؤال الأول بعنوان أكمل نشأ مصعف في أسرة نقط هقول السؤال مرة تانية أكمل نشأ مصعف في أسرة نقط أصدقائي نفكر كويس جدا في إجابة السؤال وفي انتظار إجاباتكم في التعليقات لم يتردد مصعب كثيرا وقرر الذهاب ليسمع بنفسه ما يقوله محمد وما لبث ان سمع ايات القران الكريم حتى انشرح قلبه للاسلام وامن به زي ما اتفقنا كده يا اصدقائي مصعب ابن عمير عرف عن الدين الاسلامي وعرف ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يدعو الى الدين الاسلامي ويجتمع بالمسلمين في دار الارقم ابن ابي الارقم فقرر مصعب ابن عمير الذهاب ليسمع بنفسه كان عايز يعرف بنفسه ما يقوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طيب اول ما سمع اول ما ذهب الى دار الارقم ابن ابي الارقم وسمع ما يقوله محمد صلى الله عليه وسلم سمع ايات من القران الكريم فانشرح له قلبه يعني قلبه اتفتح للدين الاسلامي وانشرح قلبه للدين الاسلامي واطمأن للدين الاسلامي وامن واسلم بكتاب القرآن الكريم واسلم بالدين الذي جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هاجر مصعب إلى الحبشة وعاش بها حياة صعبة بعيدا عن أهله تحملها بصبر حتى عاد إلى مكة ليبدأ مرحلة جديدة من حياته طبعا كلنا عارفين يا أصدقائي أن في بداية الدعوة الإسلامية اشتد إزاء الكفار إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين الذين أسلموا معه وطلب الرسول صلى الله عليه وسلم من المسلمين الهجرة إلى الحبشة فهاجر مصعب إلى الحبشة وعاش بها حياة صعبة بعيدا عن أهله طبعا لما بيكون الإنسان بعيدا عن أهله بتبقى الحياة بالنسبة له صعبة ولكن مصعب ابن عمير تحمل هذه الحياة بصبر حتى عاد إلى مكة ليبدأ مرحلة جديدة من حياته في موسم الحج جاء أثنا عشر رجلا من المدينة إلى مكة ليعلنوا إسلامهم أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد الرسول أن يرسل معهم إلى المدينة سفيرا له. يفقههم في أمور الإسلام بعد كده يا أصدقائي في موسم في موسم الحج جاء اثنا عشر رجلا جم جاء إلى المدينة اثنا عشر رجلا يعني اثنا رجلا جاء من المدينة إلى مكة ليعلنوا إسلامهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأمام الرسول صلى الله عليه وسلم فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرسل معهم كان عايز يبعت معهم سفيرا له يعني نائبا عنه يفقههم في امور الاسلام يوضح لهم ايه تعاليم الاسلام وايه امور الاسلام وايه الحاجات اللي المفروض يعملوها او العبادات اللي المفروض يمشوا عليها في الدين الاسلامي فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يفكر يفكر في رجلا يبع يبعثه معهم يكون نائبا عنه يفقههم في الدين الاسلامي تعالوا نشوف الرسول صلى الله عليه وسلم هيفكر يبعث معاهم مين. ويدعو اهلها اليه فاختار النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير لحكمته ورجاحه عقله فسافر الى المدينه اول سفير للاسلام. كمان يا اصدقائي الرسول صلى الله عليه وسلم كان عايز كمان ان السفير اللي هيبعثه الى المدينه كمان يدعو اهل المدينه الى الدين الاسلامي. ويفقه رجالها أو يفقه الذين يؤمنوا بالدين الإسلامي بأمور الدين الإسلامي ففكر على طول الرسول صلى الله عليه وسلم في مصعب ابن عمير لإيه؟ ليه السبب أن هو الرسول صلى الله عليه وسلم فكر في مصعب ابن عمير؟ أول حاجة لحكمته لأنه كان حكيما وكمان لرجاحة عقله اتفقنا أن كان عقله راجح يعني كان بيفكر الأمور في الأمور بطريقة حسنا فسافر مصعب ابن عمير الى المدينه وكان اول سفير للاسلام يسافر الى المدينه يبقى اول سفير للاسلام مصعب ابن عمير وسافر الى المدينه احسنت صديقتي دلوقتي يا اصدقائي سؤال المتفوقين السؤال الثاني اختر ولد مصعب بن عمير رضي الله عنه في المدينة الطائف قريش، هنقول السؤال مرة تانية اختر ولد مصعب بن عمير رضي الله عنه في المدينة الطائف قريش، أصدقائي نفكر في كويس جدا في إجابة السؤال في انتظار إجاباتكم في التعليقات. مكث مصعب في المدينة عامًا. يبلغ الرسالة ويدعو الناس إلى دين الإسلام وفي موسم الحج التالي توجه إلى مكة من المدينة سبعون رجلا يقودهم مصعب بن عمير أعلنوا بيعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول يا أصدقائي مكث مصعب في المدينة عاما يعني قعد في المدينة عاما كاملا يبلغ الرسالة ويبلغ الدين الإسلامي ويدعو الناس إلى الدين الإسلامي طيب تعالوا نشوف نتيجة العام ده مصعب ابن عمير عمل ايه? بيقول لي في موسم الحجة التالي. طبعا هم كانوا سافروا في موسم حجة كانوا اثنا عشرة رجلا. في موسم الحج الثاني توجه الى مكة من المدينة سبعون رجلا. يبقى مصعب ابن عمير قدر انه هو على يده ان يسلم عدد كبير من الايه? من المسلمين من مدينة من المدينة. يبقى توجه سبعون رجلا بيقودهم مصعب ابن عمير وأعلى أعلنوا بيعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم. اي اعلنوا تأييدهم للرسول صلى الله عليه وسلم واعلنوا كمان اسلامهم امام الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى مصعب ابن عَمِيرَ قام بدوره في المدينة ولا لم يكن بدوره? قام بدوره على اكمل وجه. احسنتي صديقتي. سعد الرسول بمصعب. وفرح بما حققه فقد حمل امانه الدعوه الى الله سبحانه وتعالى بهمه واخلاص اذن الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين ومن بينهم مصعب بن عمير بالهجره الى المدينه فهاجر مصعب وعاش بالمدينه ليكمل ما بدا ويستمر في الدعوه الى الله تعالى حتى مات شهيدا مدافعا عن رايه الاسلام طبعا يا اصدقائي زي ما قلنا انه مصعب ابن عمير عمل انجاز كبير في المدينة واسلم على يده عدد كبير من المسلمون الذين كان يعيشون في المدينة فرح الرسول صلى الله عليه وسلم بما حققه مصعب ابن عمير لان مصعب ابن عمير حمل امانة الدعوة يعني كان بيدعو للدين الاسلامي بمنتهى الامانة وكمان بهمة وباخلاص وأذن الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين ومن بينهم مصعب ابن عمير بالهجرة إلى المدينة كلهم طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لهم بالهجرة إلى المدينة فهاجر مصعب ابن عمير وعاش بالمدينة طب عاش بالمدينه كان بيعمل ايه؟ ليكمل ما بدأه ويستمر في الدعوه الله في دعوه الى الله تعالى حتى مات شهيدا يبقى كان عاد الى المدينه او امره الرسول صلى الله عليه وسلم بالهجره الى المدينه وعاش فيها ليكمل ما بدأه ليكمل الدعوه الى الدين الاسلامي لغايه لما مات شهيدا، طب مات شهيدا وهو مدافعا عن رايه المسلمين كان بيدافع عن رايه المسلمين ورايه الايه؟ الاسلام. ومات شهيدا. سؤال المتفوقين. السؤال الثالث بعنوان اختر. كم عاما مكث مصعف في المدينه يبلغ الرساله؟ عامين ثلاثين عام عاما. هنقول السؤال مرة تانية اختر كم عامًا مكث مصعف في المدينة يبلغ الرسالة عامين ثلاثين عام عامًا في انتظار إجاباتكم في التعليقات. يلا أصدقائي دلوقتي موعدنا مع التدريبات نشوف معانا السؤال بيقول إيه اختر فيما يلي ما تكمل به الحل أدناه مما تعلمت من قصة مصعب بن عمير رضي الله عنه تعالوا نشوف الاختيارات معايا بتقول ايه رجاحه العقل سفير للإسلام صعبه راية الإسلام الأرقم ابن أبي الأرقم حسن الخلق اتصف مصعب رضي الله عنه بنقط ونقط اتصف مصعب رضي الله عنه برجاحه العقل وحسن الخلق ذهب مصعب ابن عمير رضي الله عنه إلى دار نقط لمقابلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب مصعب بن عمير رضي الله عنه إلى دار الأرقم بن أبي الأرقم لمقابلة رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم ثلاثة هاجر مصعب ابن عم... هاجر مصعب رضي الله عنه إلى الحبشة وعاش فيها حياة صعبة أحسنت صديقتي وقع اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم على مصعب رضي الله عنه ليكون ليكون سفيرا للإسلام أحسنت صديقتي استشهد مصعب ابن عمير رضي الله عنه مدافعا عن مدافعا عن راية الإسلام أحسنت صديقتي ودلوقتي موعدنا مع اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين تعالوا نشوف السؤال الأول كانت أسرة مصعب فقيرة ثرية متواضعة كانت أسرة مصعب ثرية أحسنت صديقتي كان مصعب ابن عمير من أكثر شباب مكة فقرا حاجة تدليلا كان مصعب ابن عمير من أكثر شباب مكة تدليلا أحسنت صديقتي رقم ثلاثة كان مصعب ابن عمير سفيرا للإسلام في مكة المدينة الحبشة كان مصعب بن عمير سفير للإسلام في المدينة رقم أربعة مكث مصعب في المدينة نقط يبلغ الرسالة ويدعو الناس إلى الإسلام عاما عامين ثلاثين عاما مكث مصعب في المدينة عاما يبلغ الرسالة ويدعو الناس إلى الإسلام أحسنت صديقتي بيقول لي ضع علامة صح أو خطأ يلا بينا مع السؤال الأول كان مصعب بن عمير سيء الخلق خطأ أحسنت صديقتي كان المسلمون يجتمعون سرا بدار الأرقم ابن أبي الأرقم صح أحسنت صديقتي كان مصعب بن عمير يفقه أهل المدينة في أمور الإسلام صح أحسنتي رقم أربعة عرف مصعب ابن عمير برجاحة عقله وحكمته صح أحسنت صديقتي كانت هجرة مصعب ابن عمير الأولى إلى الحبشة صح أحسنت صديقتي أصدقائي أتمنى أن تكونوا فهمتوا النهاردة معايا قصة مصعب ابن عمير وأتمنى أن يكون الفيديو نال إعجابكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته